أهلا بيكم أصدقائي في حلقة جديدة مع مجدي خليل. النهاردة هنناقش محاكمة ترامب والصراع على السلطة في أمريكا. هل سيتمكن الديمقراطيون من عزل ترامب أو التأثير على فرص إعادة انتخابه؟ هذا موضوع الساعة في الولايات المتحدة الأمريكية وسيستمر حتى نهاية مارس على الأقل. ولكن أنا عاوز أقول حاجة، إن دي يمكن تكون الحلقة الأولى في هذا الموضوع سيكون لنا، لأن كل يوم هناك الجديد في موضوع محاكمة ترامب. النهاردة هنقول لكم يعني نظرة كاملة على موضوع المحاكمة، وبعدين أي تفاصيل ممكن نتناولها مرة أخرى في الشهور القادمة. أول ملاحظة، أنا قلت الصراع على السلطة مش تنافس على السلطة. صراع على السلطة ليه؟ لأن وصلت إلى أن إحنا دلوقتي في أساليب ديرتي جيم بتتعمل في عشان كل واحد يفوز، وبالتالي تجاوزت فكرة المنافسة إلى فكرة الصراع. الحاجة التانية اللي أنا الملاحظة التانية قبل ما أدخل في الموضوع، أن المؤسسات الأمريكية الكبيرة زي الـ FBI زي الـ CIA المفروض تكون فوق الحزبية وفوق المرشحين وفوق الأسماء، لكن للأسف لاحظنا في السنوات الأخيرة أن داخل هذه المؤسسات من هو ديمقراطي ومن هو جمهوري، وخاصة الديمقراطيين، وانتماءاتهم الحزبية بتخليهم يغيروا اتجاهات في الاتجاهات اللي هم عاوزينها. فبالتالي هذه نقطة ظهرت في عيوب الديمقراطية الأمريكية، أن المؤسسات بها قدر من الحزبية، طبعا مش متفشي الحزبية فيها، لكن بها قدر من الحزبية أصبحت تضر بالعملية الديمقراطية. كمان الملاحظة الثانية، تجرؤ البعض في السنوات الأخيرة على تسريب معلومات خطيرة من داخل الولايات المتحدة، داخل الأجهزة الحساسة والمؤسسات الحساسة في أمريكا زي سنونو زي ويكيليكس وحاجات كتيرة. ده ظاهرة جديدة، ان يتجرؤوا على نبش اعماق اسرار الامن القومي الامريكي وينشروها على الملأ. الحاجة الملاحظة تاني، ان الحقيقة من اليوم الاول لترامب هناك مؤسسات واخدة موقف منه، لان هو هاجم المؤسسات من البداية، فهناك مؤسسات اساسية وسيادية واخدة موقف مش مستريحة لترامب، وبالتالي تقدر تقول هناك درجة من الانحياز من هذه المؤسسات ضد ترامب. وكمان ما حصلش في تاريخ أمريكا كم التسريبات اللي طلعت من البيت الأبيض، تسريبات من موظفين داخل البيت الأبيض للصحافة، ما حصلتش بهذا القدر في العقود الأخيرة زي ما حصلت في عهد ترامب. كمان الديمقراطيين متربصين به من أول يوم، بمجرد ما هزم هيلاري وما كانوش متوقعين كده، جنة جنون الديمقراطيين ومتربصين جناح هيلاري، هي وجوزها لهم نفوذ كبير في الحزب الديمقراطي، بيطردوا ترامب زي ما قال هو مطاردة الساحرات من اليوم الأول. وكمان الجناح اليساري المتطرف في الحزب الديمقراطي أيضا متحالف مع جناح هيلاري وكلينتون لمطاردة ترامب. نقطة تانية، يسارية الإعلام يساري والهوليوود يسارية، واليساريين ضد واحد يميني واضح الوضوح، يميني واضح زي ترامب، يميني صريح زي ترامب. فالمؤسسات الإعلامية في الولايات المتحدة هي ضد ترامب، للأسف غير محايدة وغير نزيهة فيما يتعلق بترامب. نقطة تانية، من أيام CIA والعراق وأسلحة الدمار الشامل لصدام وتورط CIA في هذا الموضوع في الإعلان عنه، وهناك تحفظ داخل مؤسسات CIA من والمؤسسات الحساسة أنها تكون تلبي رغبات السلطة التنفيذية. يعني هذا الموقف من أيام 2003 إداها قدر من المراجعة الداخلية لتكون أكثر استقلالية عن السلطة التنفيذية. لكن السؤال الخطير اللي طرحه ترامب، وده هو ده سؤال خطير، هل في ناس داخل CIA والFBI بيتجسسوا على الرئيس ترامب بنفسه يتجسسوا، ام انها مراجعات بالصدفة بيلاقوا حاجات؟ ده سؤال يعني سؤال جوهري محدش عارف له اجابة. هل في ناس فعلا بتتجسس على ترامب داخل المؤسسات السيادية الامريكية، ولا جزء من عملهم في المراجعات العامة بيلاقوا اخطاء لترامب؟ ده سؤال كبير قوي ولم نحصل على اجابة له حتى الان. ندخل في
فلسفه المحاكمات. مهم بقى نعرف يعني ايه فلسفه محاكمه رئيس الجمهوريه في امريكا. هو الاباء المؤسسين للولايات المتحده الامريكيه عملوا فكره العزل دي او موضوع العزل ده علشان كبح جماح السلطويه، ما يجيش رئيس يبقى سلطوي، يعني ان الفرد مش فوق الدوله، ان الفرد مش فوق. ممكن تكسره في اي لحظه وتعزله وتعزله. فدي الفلسفه الاساسيه هي كبح جماح السلطويه. الجزء الثاني في فلسفة العزل ان الجرائم اللي بيعملها الرئيس لازم تكون موجهة ضد الدولة وليس جرائم فردية. بمعنى رئيس ممكن يكون متهرب من الضرائب، ما فيش مشكلة، بعد كده لو حد عاوز يقاضيه بعد ما يطلع من الحكم اوكي اذا كان متهرب من الضرائب، لكن الجرائم التي يحاكم عليها تكون موجهة للدولة، لامن الدولة، للامن القومي، مش المسائل الفرديه، مش الجنح ولا حتى الجرائم الفرديه. حاجه تانية في محاكمه الرئيس تعرفوها ان الرئيس متمتع بالحصانه طول ما هو في السلطه، يعني ما يتحكمش. طب امال العزل ده؟ العزل ده مش محاكمه بمعنى محاكمه، العزل ده في فلسفه الجمهوريين ابعاد خطر رئيس سلطوي عن السلطه، يعني عبر استبعاده. الابعاد الخطر، ابعاد ان شخص غير ملائم، غير ملائم فنبعده مش تحاكمه. المحاكمة تتم بعد ما يطلع من السلطة، بعد العزل، يعني دي مش محاكمة، دي تعتبر يعني إجراءات عزل، يعني لها عزل، ما ياخدش عقوبة عليها حتى لو كان عامل جناية أو جريمة بعد ما يطلع. لكن طول ما الرئيس في أمريكا موجود في السلطة هو محصن من المحاكمة. في امريكا كلها والناس عارفه كلها دلوقتي اصبحت معلومه، في تاريخ امريكا بالكامل لم يعزل رئيس. اتنين عملوا محاولات عزل، اندرو جونسون بعد لو كان نائب ابراهام لينكولن، وكلينتون سنه 99، وريتشارد نيكسون استقال. يعني لم يعزل احد، يعني الاتنين عند في قدام مجلس الشيوخ اتوقف عزلهم، وبالتالي لم يعزل رئيس في تاريخ امريكا. واحد بس كان على وشك العزل فقدم استقالته قبل ما العزل يتم. دي مهمه قوي قوي قوي. في النهايه وضع الاغلبيه والاقليه داخل الكونجرس، ديمقراطيين او جمهوريين، هو اللي بيقرر العزل وليس البراءه او الادانه. مسألة البراءة أو الإدانة مسألة ثانوية، إلا إذا كانت جريمة كبيرة ما حدش يقدر يغطي عليها، واتفق الحزبين إنها جريمة كبيرة قوي. ولكن الحقيقي والواقع والواقعي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية اللي وضع الأغلبية هو اللي بيقرر وضع الأغلبية. الديمقراطيين ما كانوش ممكن يبدأوا في إجراءات لعزل ترامب إلا لما كان عندهم أغلبية في مجلس النواب، ومش هيقدروا يعزلوه تماما لان ما عندهمش اغلبيه في مجلس الشيوخ. فبالتالي وضع الحزبين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ هو اللي بيقرر فعليا وليس البراءه او الادانه. فلما تيجي لمساله العزل كمان، مساله العزل لها فلسفه. مجلس النواب يمثل المدعي العام، مجلس الشيوخ يمثل جبهه محلفين. يعني احنا عندنا يعني نفسرها للمثل، الناس في مصر بنقول النيابة والقضاء. المجلس النواب يمثل النيابة، هو المدعي العام، المدعي العام، ومجلس الشيوخ يمثل القضاء، الحكم في العزل. وعشان كده لما يتنقل، لو قرر مجلس النواب انه هو مدان، مجلس النواب في الاول كمدعي عام انه مدان، يصوت على ادانته. لو صوتوا بنسبة 50% زائد واحد يمر الموضوع لمجلس الشيوخ، مجلس الشيوخ لازم بالتلتين يعني 67 عضو، ورئيس المحكمة الدستورية، المحكمة الفدرالية العليا، سبريم كورت، هو اللي يرأس الجلسة، لأن جلسة تاريخية عزل رئيس. مش نائب الرئيس بحكم انه رئيس مجلس الشيوخ اللي هو بينس ناو، لا ده لازم يكون رئيس المحكمة العليا هو اللي يرأس هذه الجلسة. في التاريخ كله ما كانتش الجرائم هي الأساس صراحة، المعارضة الحزبية. لما حزب التاني يكون متضايق جدا ومتغاظ من الرئيس
هو اللي بيقدمه لإجراءات العزل. المعارضة الحزبية هي وليس ارتكاب الجريمة، المعارضة الحزبية. وشايفين قد إيه المعارضة الحزبية في الحزب الديمقراطي ضد ترامب. آخر نقطة، في تاريخ أمريكا كله منذ البداية لم يحاكم رئيس أمريكي واحد. حتى الشخص اللي عزل اللي قدم استقالته وكان يمكن أن يقدم للمحاكمة اللي هو نيكسون، جاء فورد اللي حل محله اداله إعفاء عام لظروفه الصحية، يعني ما تحولش للقضاء. يبقى بالتالي محاكمة لم يحدث في تاريخ أمريكا كله أن حكم رئيس جمهورية بسبب أخطائه أو جنحه أو جرائمه. طيب ده نيجي لصلب الموضوع. صلب الموضوع هي مكالمة اتعملت يوم 25 يوليو 2019 مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، ما بينه وبين ترامب، وتطرقوا لابن بايدن. ده هو ده جوهر الموضوع، جوهر الإجراءات المحاكمة، إن هو مين هانتر بايدن وإيه بايدن وإيه اللي جه في المكالمة اللي على أساسها تحول ترامب، أعلن مجلس النواب عن إجراء محاكمة عزل ترامب. شوف مين هو هانتر ده، لازم نعرف مين هو هانتر بايدن ده عشان نعرف الموضوع بتوازن، هل ترامب محق ولا مش محق. طبعا هنعرف دلوقتي وجهي الصورة. ابن بايدن ده، هانتر بايدن ده، عنده 49 سنة، تخرج من كليتين مرموقتين في الولايات المتحدة، جورج تاون وجامعة ييل المعروفة، تمام، وعمل شركة استشارات. بعد كده تبدأ المشكلة بقى من سنة 2014. قبل كده التحق بالبحرية الأمريكية سنة 2012، التحق بالبحرية الأمريكية 2012 وفصلوه وهو سنة 2014، وكان أبوه نائب الرئيس في أمريكا، ولكن تم فصله من البحرية الأمريكية. ليه تم فصل هانتر بايدن من البحرية الأمريكية؟ لأن اكتشفوا أنه بيتعاطى الكوكايين، ده حاجة خطيرة جدا في الجيش الأمريكي، ففصلوه رغم أن أبوه نائب الرئيس. بعد كده هذا الشاب أسس شركة استشارات. والخطر بقى ده المهم جدا جدا اللي بنشوف فيه شبهة الفساد. بعد كده لما كان أبوه نائب رئيس، اشتغل مستشار لشركة أوكرانية اسمها بوريسما. الشركة دي شركة غاز في أوكرانيا، سمعتها سيئة، عندها شبهات كثيرة جدا. عينت ابن بايدن، وبايدن كان نائب الرئيس، عينت ابن بايدن مستشار لها لشؤون المنظمات الدولية. ايه شركة غاز تعين واحد مستشار لشؤون الخارجية $50 مليون شهريا؟ يعني شوية الاستشارات، ايه الاستشارات، ايه نوع استشارات يقدمها لشركة غاز شاب $50 مليون شهريا؟ ايه نوعها؟ استمر من سنة 2014 لحد 2019، يعني هو حصل من الشركة دي على أكتر من $3 مليار. $3 مليار من كاستشاري لشركة. إيه بيعمل إيه استشاري لشركة عشان ياخد $50 مليون في الشهر؟ وفي نفس فترة وجود جو بايدن أبوه في كنائب رئيس، عمل استشارات للصينيين، خد $1.5 مليار. يعني تقريبا هانتر بايدن حصل على $5 مليار من استشارات للشركة الأوكرانية وللحكومة الصينية. أي نوع من الاستشارات لشاب زي كده أصلا كان مطرود لأنه بيتعاطى الكوكايين؟ أي استشارات تديله $5 مليار في 6 سنين ولا حاجة؟ أي استشارات دي هي الموضوع الأساسي. يعني هذه الشركة الأوكرانية دي اللي مستشارها هانتر بايدن سيئت السمعة في أوكرانيا، وحتى لذلك رجال الأعمال في أوكرانيا، هو يملكها رجل أعمال أوكراني، وحتى رجال الأعمال في أوكرانيا استغربوا من أن ابن بايدن وهو نائب رئيس أمريكا يقبل أبوه أنه يتعين في شركة سيئة السمعة. حاجة تانية في الشركة دي تعرفها، ان بريطانيا كانت
بتحاكم صاحب الشركة لأنه بيشتغل في غسيل تبييض الأموال، 23 مليون دولار تبييض أموال. ومن ثم فإن صاحب الشركة أيضا مشبوه وشركته مشبوهة، والناس في أوكرانيا بيقولوا أن وجود هانتر بايدن كمستشار لهذه الشركة أوقف الكثير من المحاكمات لهذه الشركة. الحقيقة كمان بقى الأكتر من كده أن الشركة دي نفسها كانت بتتعرض لمساءلة قضائية من المدعي العام في أوكرانيا في الوقت ده، والمدعي العام في أوكرانيا تدخل جو بايدن وطلب من الرئيس الأوكراني أنه يفصل هذا المدعي العام. جو بايدن بيقول أن المدعي العام ده اللي اسمه فيكتور شوكين أصلا كان فاسد، وأنا طلبت من رئيس أوكرانيا يشيله عشان نفاسد. نعم، هناك إجماع على أن هذا المدعي العام اللي طلب جو بايدن يشيله كان فاسد، بس هل هو طلب يشيله عشان فاسد ولا طلب يشيله عشان كان بيحقق مع ابنه؟ هذه المسائل المتداخلة في بعضيها. وهل لو ما كانش بيحقق مع ابنه هل كان هيطلب جو بايدن ان يشيله؟ ده هذا الموضوع. وهل لما يكون مدعي عام فاسد، لو مدعي عام فاسد، هل معنى ذلك ان كل القضايا اللي بيحقق فيها هو يعني غير عادل فيها؟ ممكن يكون مدعي عام فاسد وبيحقق في قضية عادلة وفاسد في حتة تاني. فبالتالي دي هي الغاز بايدن. رواية ترامب بيقول ان في فساد بمليارات الدولارات من ابن بايدن، من هانتر بايدن، وطلب رسميا. وبعد كده بعد ما طبعا المكالمة اتكشفت قال انا بطلب من رئيس اوكرانيا ومن رئيس الصين ان يحققوا في الموضوع ده. طلع بقى وقال خلاص انا بطلب، هذا جزء من سلطتي التنفيذية لمحاربة الفساد. رواية بايدن بيقول ان لم يثبت اي جريمة على ابني، اتقفل التحقيق فلم يثبت اي جريمة على ابنه. ده الروايتين. طيب ايه الجزء المثير في مكالمة ترامب مع زيلينسكي رئيس أوكرانيا اللي خدوه عليه، اللي تسرب بعد كده وخدوه عليه؟ أنا هقول لكم نص الجزء المثير. بيقول خلي كل كلمة هتتفسر قضائيا ومحاكم، ممكن تصل للمحكمة العليا، ده كل حرف من هذه المكالمة هيتفسر، وهيتفسر وفقا لهل هو خالف الدستور، هل هو خالف الأمانة، هل هو خالف ثقة الناس، هل هذه المواضيع هتاخد وقت كبير في بين المحامين والمحاكم والقضايا وغيره. نص المكالمة، الحتة اللي متعلقة، هي مكالمة طويلة 30 دقيقة، لكن الحتة المتعلقة بالمساءلة والمحاكمة، ممكن تعمل لي معروف هناك، بيكلم رئيس أوكرانيا يقول له ممكن تعمل لي معروف، هناك الكثير من الحديث عن نجل بايدن، وأن بايدن أوقف الملاحقة القضائية، وأن الكثير من الناس يرغبون في معرفة ما حدث، لذلك فأي مكان بإمكانك فعله مع المدعي العام سيكون رائعا. يعني بيقول له افتح تحقيق تاني مع ابن بايدن. يتجول بايدن متبجحا بأنه أوقف سير الملاحقة القضائية. إذا كنت تستطيع النظر في ذلك يبدو الأمر فظيعا بالنسبة لي. هذا هو النص ما جاء في محادثة ترامب مع رئيس أوكرانيا بخصوص ابن بايدن. ده كما قلت سيخضع بعد ذلك للكثير من التفسيرات القانونية والدستورية والمحاكم وغيره. ولكن أنا في تقديري أنا طبعا خطأ صغير، طبعا خطأ أن أصلا يتطرق وهو هيبقى منافسه، والخطأ كبير في قضية فساد لازم يتحقق فيها، اللي بايدن وابنه، ابن بايدن واستغلال نفوذ. وخطأ تاني أن ترامب كان يخلي ممكن يعني جهة النزاهة، مراقبة النزاهة الانتخابية، مراقبة النزاهة السياسية، ان يتحقق فيه، ما يطلبش هو كرئيس جمهورية مباشرة. طب عشان كده بنقول ليه بيختلف هذه المرة عن اللي حصل مع تقرير مولر والانتخابات الماضية وروسيا والتدخل الروسي؟ ايه اللي يختلف في موضوع اوكرانيا عن موضوع روسيا؟ اول اختلاف ان ده يتعلق بالمستقبل. التانية كانت خلاص الانتخابات انتهت وخلص وفاز وبقى رئيس واقسم وغيره، لكن ده بتعلق بالحد من يعني قدرة منافسه في الانتخابات القادمة على ان هو يعني تقريبا بيعمل بيحد من المنافسة.
البايدن هو ممكن يكون المرشح المنافس لترامب، وبالتالي يتعلق بمستقبل الانتخابات. الاخطر من كده بيتعلق بالتدخل الاجنبي، هو اللي بيشوفوها بيشوفوها هو بيشوفوها من ناحيتين. هو بيشوفها بيقول ان ده جزء من صلاحياتي كرئيس لامريكا، ان انا اتحدث في مسائل الفساد مع رؤساء الدول الاخرين، وخاصة اللي بياخدوا معونات مننا. والتانيين بيقولك لا، ده هو بيكرس فكرة التدخل الاجنبي في الانتخابات. روسيا حصلت في الانتخابات، ودلوقتي بيطلب من اوكرانيا وطلب من كده، يعني بيتدخل، بيكرس مسألة تدخل الدول في مسألة حساسة جدا في امريكا، وهي الانتخابات الامريكية. الحاجة التانية ان الحقيقة ان اللي بيبصوا لترامب بيبصوا لمجمل فترة ترامب. هو عندهم تراكمات كتيرة جدا ضد ترامب، وما بيصدقوا لقوا ثغرة. يعني اللي بيحاكم شخص بيحاكمه على ثغرة، يعني صادف ثغرة، مش لكن هو الواقع انهم بيحاكموه على مجمل رؤية الديمقراطيين لترامب. الديمقراطيين بينفروا من ترامب. اندرو جونسون اللي اتحاكم بعد اللي كان نائب ابراهام لينكولن، حكموه على قانون غير دستوري، عملوا له التريكة كده، لكن هم كانوا متغاظين منه من حاجات تاني، من رؤيته في ان هو مش عاوز يخلي العبيد ياخدوا الجنسية. وكان بعد حرب امريكية اهلية الطاحنة مات فيها عشرات الالاف ومئات الالاف، فبالتالي كان يعني بيصيدوا الرئيس في حاجة قانونية، لكن الواقع ان هم بيحكموه عن مجمل رؤيتهم لي. الحقيقة بقى المرة حقيقتين. الحقيقة اول حقيقة اني لو رجعوا مكالمات كل رؤساء امريكا مع الدول هيلاقوا مئات الثغرات. ده صراحة مفيش رئيس في امريكا ما عملش ثغرة في علاقاته الدولية. وفي اذا تكلمنا عن ثغرات قانونية لرؤساء امريكا ممكن نقول بلا استثناء. طب انت بتصيد لواحد يبقى فيها كلام. الحاجة التانية، الحقيقة برضو التانية، الفساد في امريكا زاد، يعني الفساد السياسي. هو أصلاً ترامب جاي عشان يقاوم الفساد السياسي، وده مشكلة، مشكلته مع مؤسسات فاسدة ومع شخصيات فاسدة. الفساد السياسي، الاستفادة من المناصب السياسية. شوفوا هيلاري كانت دخلت وهي وجوزها كانوا فقراء بمعنى موظفين، دلوقتي معهم مئات الملايين من الدولارات. يعني الفساد السياسي، وده ابن بايدن، ده ازاي يعمل 3 مليار؟ إذا كانت هذه الأرقام اللي أعلنها ترامب أعلنها على الملأ، ودي طبعا ما تتخباش يعني صحيحة، فدي كارثة. أنت بتبص بتسيب الكارثة الكبيرة وتبص لي في ثغرات صغيرة، ده يعني شيء ما. الحاجة التانية، الملاحظة التانية، التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية بطرق اندايركت، ملتوية واندايركت، ما أكثره. واللي بتكلموا عنه ترامب ده فسافيس صغيرة جنب التدخل الأجنبي الفعلي في تمويل الحملات الانتخابية لأعضاء الكونجرس. إذا كنت أنا يعني عارف حاجات كتير قوي، ده زبالي يبقى مال المؤسسات السيادية في أمريكا اللي بتراقب تعرف قد إيه عن فساد تمويل الحملات الانتخابية للرؤساء ولأعضاء الكونجرس. فاللي حصل مع ترامب ده فسافيس، حاجات صغيرة صغيرة جدا جنب اللي بيحصل فعلا في فساد حملات التمويل، بالذات حملات التمويل السياسية للسياسيين. طيب نيجي هنا بقى، احنا قلنا اللي حصل صلب القضية، موضوع هانتر، موضوع بايدن، لكن هيحكموه على ايه؟ ايه مسوغات المحاكمة؟ مسوغات المحاكمة الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الدستور الامريكي. انا هقرا لكم نص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الدستور. يعزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع موظفي الولايات المتحدة الرسميين المدنيين من مناصبهم إذا وجه لهم اتهام نيابي بالخيانة أو بالرشوة أو أي جرائم أو جنح خطيرة أخرى، وأدينوا بارتكاب مثل تلك التهم. يعني أدينوا كمان بارتكاب مثل تلك التهم. طبعا أديك شايفينه فطفات قوي 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 قوي، خيانة، رشوة، اي جرائم او جنح خطيره. الكسندر هامبتون اللي هو احد المؤسسين لخصها في حاجه، اساءه استغلال بعض ثقه الجمهور او انتهاكها. يعني الرئيس بيخون ثقه ناخبي، هي دي المساله. طب بس هذه المواضيع، يعني احنا شفنا بنقول خيانه، رشوه،
جنحة جريمة. هذه الموضوع لازم يكون لها قوانين، لازم يبقى فيه قانون، ده الدستور، الإطار الدستوري لازم يكون فيه قوانين. إيه القوانين اللي ممكن الرئيس ترامب يعني يظبطوها على جنحه أو جريمته أو خيانته أو رشوته أو الكلام ده؟ إيه القوانين؟ لازم يبقى فيه قانون محدد يتحكم بناء عليه. في أنا قريت بحث لباحث أمريكي ممتاز اسمه إيان ميلزر. إيان ميلزر ده عامل بحث بيقول إن ممكن الرئيس ترامب قال الأربع قوانين الرئيسية اللي ممكن يحكموا ترامب بناء عليها، في أربع قوانين رئيسية، وقال هشوف لكم واحد واحد وهل تنطبق على ترامب ولا ما تنطبقش على ترامب. أول حاجة قانون تمويل الحملات الانتخابية. في أمريكا في قانون اسمه قانون تمويل الحملات الانتخابية. لو أنت خدت ما يعادل $2,000 من دولة أجنبية تبقى جنحة، $25,000 فما فوق تبقى جريمة. يعني لو في دولة أجنبية أو مواطن أجنبي مول رئيس أو مول عضو مجلس كونجرس $2,000 جنحة، $25,000 تبقى ده يتوقف على في حاجة بقى، دي بقى معقدة جدا جدا جدا. هل المعلومات اللي تداولها مع رئيس أوكرانيا تساوي $2,000 أو تساوي $25,000؟ تساوي إيه؟ لازم تقيم المعلومات بالدولار. المعلومات دي لجنة تقيمها بالدولار، تقول لا ده المعلومات دي قيمة، ده تعادل 50,000 30,000 20,000 عشان تظبطها كجنحة أو جريمة. طبعا ده صعب جدا، صعب جدا. اللي احنا قرينا المحادثة 5 صفحات اللي نشرها ترامب وأعلن بنشرها. هذه المحادثة يعني أنا مش شايف إن ما فيهاش مسألة تقييم بأموال موضوع قانون تمويل الحملات الانتخابية. في قانون تاني اسمه قانون مكافحة الرشوة. بناء على الدستور عمل قانون مكافحة الرشوة، يعني اني لازم يثبت مجلس النواب ان ترامب قدم رشوة لأوكرانيا علشان تبدأ تحقيق في موضوع ابن بايدن. هذا ايضا مش واضح من المكالمة. ده قال له ممكن تعمل لي فيفر، يعني ممكن تعمل لي جميلة، ممكن تجامل لي، ممكن تعمل لي معروف. ما قالوش انا هدفع لك كذا واعمل كذا، يعني ما كانش فيه واضح. دي برضه هيبقى فيها مجادلات قانونية كبيرة، هل دي تعتبر رشوة ولا مش رشوة. وهذا الباحث بيقول ان صعب جدا اثباتها انها تكون رشوة. في قانون تاني اسمه قانون هوبس، اللي هو قانون مكافحة الابتزاز، البلاك ميلينج. ايه مكافحة الابتزاز؟ ان هو يعرف القانون هوبز ده الابتزاز بأنه الحصول على الممتلكات من شخص آخر بموافقته، أنت ابتزيته بعد الاستخدام الخاطئ للقوة أو العنف أو الخوف الفعلي أو التهديد به أو بدعوى الحق الرسمي. يعني أنت بتهدد شخص فيوافق أن يديك حاجة ملكه ويديها لك ملكية. طبعا فين الابتزاز؟ ما كانش فيه في المكالمة أو ابتزاز. والباحث هنا بيقول هل ابتز ترامب أوكرانيا بمنع المساعدات العسكرية من أجل إقرارها على فتح بايدن؟ ما فيش في في المكالمة ما يقول إن هو ربط المساعدات العسكرية بفتح التحقيق. ما فيش لغة الابتزاز أو التهديد أو التخويف مش موجودة. وهذه أيضا تحتاج إلى عمل محامين كتير. يعني المكالمة كان فيها رجاء وليس ابتزاز. ممكن اعمل لي من فضلك، يعني لغة الرجاء غير لغة الابتزاز. كانت واضح لغة الرجاء مش لغة الابتزاز. كما أن قانون الابتزاز كما يقول هذا الباحث إن بيقول إن الحصول على ممتلكات، إيه الممتلكات اللي حصل عليها ترامب من المكالمة في مقابل الابتزاز؟ إيه الممتلكات؟ ده هو طالب بسلطاته الدستورية إن يتفتحها. وأنا بقول إن اللي عمله خطأ لكن مش جريمة، لا يرتقي إلى مستوى الجريمة. آخر حاجة عرقلة سير العدالة. ده برضو قانون اسمه عرقلة سير العدالة. في تقرير مولر انه قالوا انه حاول يعرقل العدالة 10 مرات بس ما كانش فيه اثبات قاطع انه عرقل العدالة. لازم يبقى فيه اثبات قاطع. عشان كده مولر في تقريره قال انا لا اوصي باي محاكمات لانه ما فيش تقرير. وكمان في قال ان في بعض افراد من فريق ترامب تعاونوا مع روسيا، نعم، ولكن مفيش تآمر أو تواطؤ. يعني كلمتين أساسيتين في تقرير مولر، ما كانش فيه تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، ما كانش فيه تآمر ما بين حملة ترامب وروسيا،
لكن كان في تعاون دون مستوى الرئيس يعني من الحملة نفسها. وبالتالي مولر رفض ان هو يحول ترامب الى المحاكمة. لكن هنا هل في عرقلة لسير العدالة؟ ده برضو موضوع معقد. ازاي موضوع معقد؟ يعني ايه عرقلة لسير العدالة؟ في امريكا مكالمات الرئيس يا اما سري يا اما سري للغاية. سري او سري للغاية. سري للغاية دي تتحفظ ما يطلعش عليها اللي عندهم اعلى مستوى تصريح الامن القومي، اعلى مستوى، مجموعة افراد قليلة هي اللي تطلع. هو صنف المكالمة نقلها من سري الى سري للغاية. هل ده عقل العدالة؟ في حالة واحدة، تصنيف مكالمة من سري الى سري للغاية لازم يكون له سببين. السبب الاولاني حماية الامن القومي الامريكي او حماية ارواح بعض الناس، لان في حاجات تتعلق بارواح ناس ومعلومات عن ناس، فإما يا حماية أرواح الناس يا إما حماية الأمن القومي الأمريكي. ما تنفعش تصنف مكالمة من سري إلى سري للغاية علشان حسابات سياسية شخصية للرئيس، وده اللي واخدنا عليه. ولكن هل المسألة من تنقلها من سري إلى سري للغاية تستوجب أن يتحكم عليها الرئيس؟ ده مسألة هزلية دي طبعا، ده شيء هزلي. يتحكم الرئيس على أنها تم، هو بعد مباشرة قال انقلوا كل مكالماتي مع ابن سلمان ومع ده الى سر الغاية. في حاجات تفاصيل بيقولها الرؤساء لازم تتحفظ سر الغاية. يعني ايه المسألة؟ واصلا في المسألة فيها حاجة غلط. الشخص اللي هو من CIA اللي هو كتب تقرير من 9 صفحات ورفعه، هو في CIA المفروض يرفعه للمفتش العام بتاعه، رفعه للمفتش العام. المفتش العام اللي لها 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 ستيبس كده، هو الايجنت ده موظف CIA، هل هو كان بيتجسس على ترامب ولا شافها بمحض الصدفه؟ ده سؤال اللي طرحته في الاول. ولا بيتجسس بمحض، مين تعاون معهم من البيت الابيض في تسريب هذا الموضوع؟ خلاص وصل لهذا الموظف، الموظف ده يروح للمفتش العام في CIA يقول له انا في حاجه، انا وانا براجع لقيت مكالمه من الرئيس فيها يعني مخالفة دستورية وتستوجب ان احنا نبص فيها. المفتش العام من CIA المرفوع يرفعها لرئيس جهاز الامن الوطني كله اللي هو الامبريلا بتاع CIA وكل مؤسسات الامن القومي. في واحدة حاليا رئيسة لجهاز الامن الوطني. هذه السيدة المفروض تقرر نبعتها لجنة المخابرات في الكونجرس تستحق المساءلة ولا ما نبعتهاش. المفتش العام ما بعتهاش، راح بعتها دايركت للجنة الكونجرس. دي مخالفة إدارية، بس المخالفة الإدارية دي أيضا تحتاج إلى توضيح. هل هو خاف إن رئيس الأمن الوطني توقفها ما تبعتهاش للكونجرس مجاملة لترامب، ولا هو أصلا بيكيد لترامب وعنده موقف من ترامب وراح عمل الموضوع ده؟ عموما في القانون الأمريكي حماية لموظفين CIA إذا اكتشفوا أشياء ضد الرئيس او ضد اي مسؤول تنفيذي، في حماية. ولكن المسألة مش مسألة الحماية ولا المسألة مسألة القانونية، مسألة الامانة. هنا نتكلم عن مسألة الامانة، مش مسألة انك انت محمي بالقانون اعمل. طبعا في وكمان اصلا امريكا قامت من بدايتها في الكبار الاباء المؤسسين على الامانة. هم عملوا انضباط في المفاهيم وانضباط في الدستور، وعملوا دستور عظيم هو الاعظم في تاريخ الانسانية، بدستور متصل، اقدم دستور متصل في تاريخ الانسانية، ودستور هايل. لكن في النهاية بيرهنوا على امانة الانسان ووطنيته في النهاية. لكن انت اذا كنت بتلعب بثغرات قانونية وتخليت عن مبدأ الأمانة أو وصلت لمسألة الانحياز السياسي أو الحزبي، دي تبقى مشكلة. وده اللي أنا شايفه في المعركة الحالية. ترامب بيدافع عن نفسه زي يعني ترامب بيدافع عن نفسه. إيه استراتيجية ترامب للدفاع عن نفسه؟ استراتيجية ترامب للدفاع، وكالة الأنباء الفرنسية لخصتها في 3 استراتيجيات. تأكيد براءته، يقول لك المكالمة دي ما فيهاش حاجة، أنا بفتخر بيها، أنا نشرتها أول ما قالوا له راح نشرها، أدي المكالمة كلها هي، شوفوا لي فيها إيه الغلط، أنا بمارس صلاحاتي الدستورية كرئيس، أنا بتكلم عن الفساد مع رئيس دولة تاني، أدي المكالمة هي. فتأكيد البراءة. الحاجة التانية وضع نفسه في موقع الضحية، بيتأمروا عليا، بيعملوا عاوزين يعملوا انقلاب على السلطة، دول مجموعة مطاردة ساحرات، هم دول مجموعة أشرار كل همهم إنهم يقعوا ترامب من أول يوم.
ده استراتيجية الضحية. والهجوم الثالث الهجوم على جو بايدن، ان هو بيقول ان في قضية حقيقية، انتم متجاهلين قضية فساد كبيرة، قضية استغلال نفوس كبيرة. هذه استراتيجية ترامب زي ما لخصتها الـ AFP. طيب نيجي لسؤال تاني، هل الجمهوريين في الكونجرس وفي الحزب الجمهوري بيدعموا ترامب ولا تخلوا عنه؟ ده سؤال مهم. حتى هذه اللحظة الجمهوريين في سواء في الكونجرس سواء في أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس الشيوخ واقفين وقفة قوية مع ترامب ودافعوا عن ترامب وقالوا ده مش خطأ ودي حاجة طبيعية وده جزء من صلاحياته. الشارع الأعضاء الحزب الجمهوري 92% من أعضاء الحزب الجمهوري مع ترامب. لحد الآن هناك مساندة قوية جدا من الحزب الجمهوري، حتى الآن مساندة قوية جدا من الحزب الجمهوري لترامب. في ميت رومني في الكونج في المجلس الشيوخ قال كلمتين مش لازم يبقى في شفافية، يعني هو ما بيحبش ترامب عشان كان عاوز يتعين وزير خارجية وترامب ما عينوش وزير خارجية، فدي حاجة شخصية ملهاش علاقة بالأمانة الحقيقية. في عدو تاني في عن فيرمنت من مجلس النواب جمهوري قال لازم يتعاون الرئيس مع الكونجرس، يعني عدو ولا اتنين هنا يعني، لكن الغالبية الكاسحة في مجلس الشيوخ حتى هذه اللحظة مع ترامب. ده معناه ايه؟ معناه انه مش هيمر عزله من مجلس الشيوخ لان هم عندهم اغلبية في مجلس الشيوخ هم الجمهوريين، بالاضافة الى ان مجلس الشيوخ عاوز اكتر من 20 عدو بالاضافة للديمقراطيين عشان يعزلوه، ده عملية صعبة قوي. طب امتى ممكن الجمهوريين يتخلوا عن ترامب؟ امتى ممكن؟ اذا ظهرت جرائم كبيرة واضحة، يعني زي ما حصل ايام نيكسون كده، ما حدش يقدر لا جمهوري ولا ديمقراطي، لو جريمة كبيرة قوي ظهرت كانت مستخبية وطلعوها الديمقراطيين لترامب طبعا اعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس هيتخلوا عنه. الحاجة التانية لو تدهورت شعبية ترامب في الشارع تدهور كبير يضر بتنافسية الحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة سواء في مجلسي الكونجرس أو في الرئاسة. في الحالة دي ممكن يتخلوا عنه، لكن حتى هذه اللحظة أعضاء الحزب الجمهوري في أغلبية كاسحة مع ترامب، والكتل التي انتخبت ترامب متمترسة وراء ترامب، فبالتالي لحد الآن الاستطلاعات الرأي هي استطلاعات الرأي قبل يعني بدرجة ما مؤيدين ترامب ما تزحزحتش كتير قوي. الحاجة الثالثة لو ترامب دعا للعنف او دعا لإسقاط القانون والدستور دعوة علنية لأتباعه للعنف، في الحالة دي ممكن يتخلوا. هي دي الثلاث حالات اللي ممكن يتخلى اعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس او في الشارع عن ترامب، ولكن حتى هذه اللحظة ما فيش حاجة من الثلاثة دول حصلت. طيب الناس بتقول لك هل بتأثر مسألة عزل ترامب على صورة امريكا؟ طبعا ان دلوقتي تأثر سلبا اكتر من ايجابا، يعني فيها تأثير ايجابي بسيط لكن التأثير السلبي اكتر، انه ما فيش ثقة دلوقتي في اي رئيس جمهورية. بوتين قال لهم انشروا في الاول، قال ما تنشروش مكالماتي ولا انشروا ما يفرقش معايا، انا متوقع ان مكالماتي دي سمحك. معناها ان اي رئيس يتكلم مع ترامب دلوقتي لازم يعرف ان هيعرف انه ممكن كل ده خلاص الدولة اتفسخت من جواها، في حاجات اتفسخت لم تعد منضبطة الانضباط الكامل ان تبقى فيه ثقة ما بين الرؤساء للمحادثات، وده حاجة سلبية في امريكا، لان كمان اضعاف الثقة في المؤسسات الامريكية، ان المؤسسات الامريكية بتراقب الرئيس بهذا الشكل وتسرب، مش بس تراقب تسرب حاجات دقيقة جدا بهذا الشكل. لا ايجابيا بقى ان الناس بتقول لك ان الدستور ما فيش واحد فوق الدستور، وان امريكا بتصحح نفسها والديمقراطية بتصحح نفسها، وان امريكا فوق ترامب او بايدن او غير. ده كلام جميل، ولكن للامانة ان دي ضعضعت فكرة ان الثقة في رؤساء امريكا، لان ما تنفعش بهذا الشكل. طيب سؤال يعني افتراضي كده، افتراضي هو مش سؤال، يعني لو ترامب استمرت المحاكمة، المفروض المحاكمة دي تنتهي في مارس، لان في مارس مين اللي هينافس ترامب في الحزب الجمهوري وعاوزين ينتهوا منها قبل ما يعني يتحدد الشخص اللي هينافس ترامب. لكن لو امتدت لحد نوفمبر لحد الانتخابات، امتدت المحاكمات وجي ترامب دخل ونجح، هل المحاكمة تستمر بعد فترته التانية؟ ده استحالة. ايه فلسفة المحاكمة كمان؟ دي لها فلسفة.
ان خلال فترة بين انتخابين ولو الرئيس عمل خطأ خيانة او رشوة او جنحة او جريمة يعزل، لان هيكون بين انتخابين، يعني ما فيش انتخابات حال قريبة فلازم يتخذ معه. لكن بمجرد ما تعملت انتخابات المواطن هو اللي يقرر، يعني الاساس في النظام الديمقراطي هي سلطة المواطن. علشان كده بيحولوا للكونجرس. ليه الكونجرس؟ لانه نواب عن الشعب، الكونجرس هم نواب الشعب. ففي حالة غياب التصويت المباشر فالنواب الكونجرس اللي هم نواب عن الشعب يتخذوا قرارا بناء عن الناخبين، ولكن بمجرد ما تتعمل الانتخابات تكون السلطة للشعب. اذا قال الشعب ان ترامب يعاد انتخابه في الفترة فلا يمكن محاكمته مرة اخرى بهذه الجرائم اللي عملوها، لا يمكن تمتد المحاكمة. هو يعني طرح نظري، لان هو اصل مسألة المفروض تنتهي قبل مارس. يعني السؤال اللي بيتعمل تاني بيطرح كتير، مين هيستفيد من الانتخابات من الاجراءات العزل ده، الديمقراطيين ولا الجمهوريين؟ ده طبعا في ديبيت كبير في امريكا، من يستفيد؟ يعني هل ترامب هيستفيد من موقع الضحية؟ هل بايدن هيستفيد من موقع الضحية؟ ده الفترة اللي جاية دي الديبيت التلفزيوني والاعلامي والقانوني هو اللي هيبين مين اللي هيستفيد، لان كل واحد عنده نقاط عاوز يستفيد من المعركة. طبعا ترامب اتفاجئ بيها ولكنه يريد ان يستفيد منها، انه يركز على نظرية المؤامرة، يركز على نظرية الضحية، يركز على براءته، يركز على جرائم منافسه. ده الناحية التانية بايدن عاوز يكسر صورة ترامب انه رئيس مستهتر، وانه رئيس يدعو الدول الخارجية لكي تتدخل في الانتخابات الامريكية، وان رئيس بيستهدفه بصفته مرشحا منافسا، ويعني دور الضحية ايضا. كل واحد الرأي العام، هو الرأي العام بيتغير، لان الرأي العام ده مش استاتيكي، ده دايناميك ديناميكي. الرأي العام هيتغير كل شوية وفقا لجدلية الجدل في وسائل الاعلام. وسائل الاعلام طبعا الكبيره منحازه ضد ترامب بشكل كبير جدا، ولكن الحقائق، المواطن الواعي في الولايات المتحده الامريكيه يستطيع ان يستوعب الصوره، مين يستحق ان انا ادعمه. وبناء على فكره هذا الجدل الاعلامي والقانوني في الشهور القادمه سيتوقف من سيستفيد اكتر ومن سيخسر من موضوع ترامب. كلمة أخيرة على استطلاعات الرأي. استطلاعات الرأي إن مجموعة زادت ارتفعت بين المواطنين مسألة عزل ترامب. هذه استطلاعات الرأي أصبح فيها شك كبير جدا. إزاي؟ كل استطلاعات الرأي قبل انتخابات 2016 كانت كلها بتقول إن هيلاري كلينتون هي اللي هتفوز. استطلاعات الرأي دي علشان يبقى لها تأثير لازم تكون واسعة جدا، كم كبير جدا من استطلاعات الرأي، وتكون قايمة بها جهات محايدة إلى درجة ما، مش ميالة للديمقراطيين، وتكون الفجوة كبيرة، يعني الفجوة ضخمة جدا بين الطرفين عشان تصدق استطلاعات الرأي. لكن حتى هذه اللحظة أولا استطلاعات الرأي لا يمكن، أن لازم هتتغير كل فترة نتيجة الجدل اللي أنا قلت عليه، الجدل الإعلامي والقانوني. استطلاعات الرأي ثبتت بدرجة ما انها ليست دقيقه وانها منحازه للديمقراطيين لانها مؤسسات غير محايده. اذا وسعت استطلاعات الراي بشكل كبير قوي وكانت الفجوه كبيره وكانت واضح ان ترامب هيخسر، ممكن تكون وقت ده يبقى لها مصداقيه. حتى هذه اللحظه لا نستطيع ان نحسم مصداقيه استطلاعات الراي العام بالذات في الانتخابات الامريكيه نتيجه سوابق يعني سابقه. يعني في النهايه انا عاوز اقول، انا في تقديري ان ترامب اخطا، ولكن خطأه لا يرتقي إلى مسألة محاكمته، أن المسألة مسألة حزبية وهي صراع وليس تنافس على السلطة، بتستخدم فيها أدوات قذرة، وإني الشهور اللي جاية هنشوف أمور كثيرة جدا ودراما كبيرة جدا في الإعلام وفي المحاكم في مسألة عزل ترامب. وفي تقديري إذا استمر ترامب بنفس الطريقة طبعا مش هيعزل، ممكن يضعفوا موقفه في الانتخابات اللي جاية، ولكن إذا دخل بقوة دفع قوية وأظهر بشكل كبير للجمهور مسألة الفساد السياسي واستغلال النفوذ من بايدن، ممكن دي تكون في صالحه. لكن كل شيء قابل للتغيير في أمريكا، ما تقدرش تجزم بتوقعات أبدا، لا تستطيع أن تجزم بتوقعات أبدا، لأن الرأي العام متغير،
العوامل اللي بتغذي الرأي العام متغيرة، المعلومات اللي بتظهر كل شوية متغيرة، فكل ده أمور سوف تحسم مسألة عزل ترامب في النهاية، وصورة ترامب وقدرته على المنافسة في الانتخابات القادمة. وهنكون لنا لقاءات أخرى في موضوع المحاكمة، لأن موضوع أساسي ورئيسي في الولايات المتحدة سيشغل أمريكا على الأقل الست شهور القادمة. أمريكا حتى عطلة الكونجرس التي بدأت بالأمس الجمعة أو الأمس بالجمعة، هذه العطلة أيضا لغوها اللجان اللي بتحقق مع ترامب، لغت العطلة لأن ده حادث خطير ما حصلش إلا ثلاث مرات في تاريخ أمريكا كله الطويل. وكما قلت إنهم لا جونسون كان يستحق العزل وما تعزلش فعلا، ولا كلينتون كان يستحق العزل وما تعزلش فعلا، ولا ترامب يستحق العزل وفي تقديري مش هيتعزل. ده كل ما استطيع ان اقوله في حتى هذه اللحظة في موضوع محاكمة ترامب. نلقاكم في لقاء اخر مع مجدي خليل، نترككم في رعاية الله.